السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معاكم رشيد. مقطع اليوم، هذه المقصات جبتها من التشليح، راح أجددها بالكامل، أغير الجلود والجوز وأنظفها وأرشها بويا وأرجعها جديدة. قبل لا نبدأ المقطع ضيفوني بحسابي على سناب شات عشان تشوفوا اليوميات أول بأول والشغل، ولما أروح التشليح أو أشتري قطع أصور كل يوم. هذا سنابي، وقف الشاشة وضيفني سناب. اول شي راح اطلع الجلد من المقص والجوزة، طبعا تطلع دق بالشاكوش، ما يحتاج لها مخرطة، لكن وقت التركيب يحتاج لها مخرطة. الحين بالشاكوش تطلع. طبعا ما شاء الله باين على الجلد نظيفة يعني، ولسه ما تغيرت، بس لازم أغيرها أفضل. الجوزة كمان تطلع بالدق. طبعا اللي استغرب منه أنه الجوزة جوزة مرسيدس أصلية ما تغيرت لسه. الحين حنظف المقصات بأي تجريزر أو منظف، ما تفرق. بعد التنظيف اسوي لهم غسلة سريعة بالموية عشان اروح منهم التجريزر والوسخ. الحين استعمل واير برش على صاروخ صغير عشان أشيل الصدى أو الوسخ العالق على المقصات. طبعا دائما ننتبه لما نستعمل الواير برش هذه اللي راكبة على الصاروخ تكون لابس نظارات حماية للعين، لأن دائما يطير منها أسلاك صغيرة تعلق في الملابس وأحيانا تطير على الوجه، فخذ احتياطك والبس نظارات حماية لأن ضربتها خطيرة. Thank you.
الحين WD-40 وليفة أنظف أماكن ركوب الجلد عشان لما أكبس الجلد تنكبس على نظافة. طبعا هذه الجلد اللي استعملها لاند فوردر، نفس الشركة اللي تصنع الأصلي. حكبسها في المخرطة قبل الرش عشان المقص لا يتحك حك إذا رشيته وكبستها بالمخرطة بعدين. طبعا كبست الجلد في المخرطة على طول، والحين حطيت تيب على الجلد عشان لا تعبى بويا، وحرش بويا على طول. دائما وقت ترش بويا اعطيها طبقة خفيفة وخليها كده دقيقة دقيقتين، بعدين رش بالكامل عشان البويا تمسك على المقص، خاصة اني انا ماني رشش اساس. طبعا ما رشيت اساس لان ما شلت كل البويا اللي على المقص، اللي هي البويا الاصلية حقت المقص، فما يحتاج ارش اساس. هذا شكل المقص بعد الرش. الحين نشيل التيب اللي على المقصات عشان نشوف الشكل النهائي كيف صار. صراحة وقت كنت قاعد أشيل هذا التيب من هالقطعة هذه كنت أحس براحة نفسية، ماني عارف ليش. تمام شباب، هذا شكل المقصات النهائي. نظفت المقصات، شلت الصدأ والوسخ من عليها، رشيتها بويا وكبست جلد جديدة أصلية، وصار مقص أصلي جديد. لهنا يكون انتهى مقطعنا اليوم. بالمقطع الجاي هجدد شيء ثاني. طبعا هذه آيات أصلية مرسيدس جبتها مع المقصات، كمان راح أنظفها وأشيل الصدأ وأجددها بالكامل. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب،
وضيفوني بحسابي على سناب شات عشان تشوفوا الجديد أول بأول. كان معاكم رشيد، والسلام عليكم.